عسلامة، مرحبا بكم في سي بي سي بنا. بالنسبة لليوم مع شيف وجدي بركوس من الكوجينة التونسية باش نشوفوا حاجات جديدة. مانيش مشيتش معاكم في الكوجينة التونسية، أما مشيت معاكم شوية في العالم باش نعملوا اون تاجاتيلي كات فروماج بتاع سبيسياليتي إيطاليان، وباش نعملوا ان جاتو كاروت هو سبيسياليتي أمريكان. أما أنا عملته شوية تونسي، عملته شوية مغربي، زدت فيه شوية معتا اللي هو القرفة. بالنسبة للبريباراسيون بتاعنا متاع اليوم اللي هي التاجاتيلي وكات فروماج، انا باش نعملها تخوا فروماج. علاش؟ على خاطر عندي باش نعمل فروماج روج، عندي الجرويير وعندي الكامونبير. الكامونبير قوي شوية، هذاك علاش ما حبيتش نزيد معاه معتا الروكفور ولا النوميديا، خاطر سا سخا ان بو تخي فور. وبالنسبة للجاتو متاعنا اللي هو جاتو كاروت اللي معمول بالسفنيريا ولا كما تقولوا في الجزائر هنا الجزر، عندنا الجزر، الفرينة، العسل، العظم، السكر، الزيت، الخميرة والقرفة. زدت فيه القرفة بور اميليوري لو جو، بور رانفورسي لو جو دو كاروت. توا باش نبداو بالجاتو. بالنسبة للجاتو عندنا 3 كعبات عظم، 150 غرام سكر، 175 غرام فرينة، و 150 غرام جزر. بالنسبة للجزر 150 غرام مع تحكيت 3 حبات 4 حبات يبدو متوسطين، ما يبدوش كبار برشا. أنا جيت لهنا شعملت الجزر حطيته رحيته باش يعطي لو جو، باش يعطي كل شيء، أما مازلت باش نرحي أكثر من هكا. لهنا نحط العظم، نحط معاه 150 غرام سكر، نحط معاه الجزر. هكريتو لي روسيت ماهمش صعب برشا وما يطلبوش برشا خدمه، ما يطلبوش برشا ركضار، ما يطلبوش برشا حاجات. نجي هنا افيك لو ميكسور ولا كان عندك انت معناتها ان تي باتور في الدار والكل، نجي هنا جو ميكس لو تو. فوالا شنو باش نزيد؟ باش نزيد معها الزيت، نزيدو الفرينة اللي هي 175 غرام. لي 25 غرام نجمو نستغناو عليهم، فهمتني؟ لهنا كي باش توزن الفرينة متاعك ما عندكش ميزان، عندك افيك لا كويير ا سوب عندك 50 غرام دو فارين، معناتها مغرفة تمشي 25 غرام، كل مغرفة 25 غرام. نحطوا الفرينة، نزيدو لهنا ساشي خميرة متاع خبز متاع جاتو، ونزيدو مغرفة صغيرة قرفة. القرفة هذيا معناتها باش تعطي ان جو سبيسيال للجاتو متاعنا، و سا رانفورس لو جو تاع الكاروت. اون بليس دو سا علاش انا استعملت الميكسور؟ باش نزيد نرحي بيه اكثر الكاروت متاعنا. سينو كان ترحيه مليح الكاروت معناتها افيك ميم ان سامبل فوي ولا كويير فو بوفي تو ميلانجي. هلا لو
Le gâteau est prêt. حضر. شو باش نعمل توا؟ باش نحطوه دون ان مول. عملت له الزبده. باش نصبوه. وباش نهزوه نطيبوه على 180 درجة 180 درجة ما بين 20-25 درجة با بلوس كو سا. معناتها الجاتو كي باش تعرف وحضر الجاتو بتاعك كي يحمر كي تغطس السكينة في الوسط بالضبط تخرج شايحة. الجاتو بتاعنا حاضر. بالنسبة توا باش نشوفوا التاجاتيلي كات فروماج ولا الرشتة كات فروماج وكل البريباراسيون بتاعنا سهلة برشا على خاطر انا لهنا سمعت المقرونه حضرتها لنوي حضرتهم تقعد كان باش نحضروا الكريمه نتاعنا نعملوا لاسامبلاج دو تو لي فروماج اللي باش يجيو باش يعطيو بنه على بنه للرشته نتاعنا باش 10 مينوت غران ماكسيموم مي غران ماكسيموم 10 مينوت والبلان نتاعنا يحضر هذاك علاش باش نرجع لكم كان بعد الفاصل رجعنا لكم بعد الفاصل توا باش نبداو في المقرونه ما نحكي لكمش على البنه خاطر سورتو لي زالجيريان واحنا توازن نحبوا برشا برشا الجبن كيما نقولوها فريمون معناتها هذيا سي كيلكو شوز دو فور وبنينه برشا وسهله وما تطلبش برشا وقت طلب كان ان بو دانكريديون هذيك هي الحكايه نبداو في المقرونه بتاعنا توا باش نحط نسخن المقلة نحط ابوبخي انا لهنا استعملت ابوبخي 250 غرام 300 غرام تاع النول طيبتها شوية عملت لها شوية زيت خليتها باش توا نبداو البريباراسيون تاعنا باش نعمل باش نحط الكريم فريش الذوب اونتر تون كريم فريش قاعدة تذوب شنو باش نعمل باش نحضر الجبن الجبن اول واحد اللي باش نحطه هو سي لو كامونبير علاه باش نحط الكامونبير خاطر هو الكامونبير ماذا بيا لازم خاطر نحطو افو دو هذاك علاش الكامونبير ماذا بيا يذوب في وسط الكريم فريش خذي الكامونبير نتاعي باش نقصو اون بتي مورسو معناتها نقصو جويد برشا باش هكاكا يذوب لنا هلا لهنا الكريم فريش نشوفوها بدات تذوب لهنا نحسها الكريم فريش عاقده شويه شنو باش نعمل باش نزيدها شويه حليب باش نخليها جاريه شويه هلا خاطر هي كونسنتري برشا معناتها انت لهنا كان باش تعمل بابري 500 غرام نتاع مقرونه تاخذ دو بو دو كريم فريش وتاخذ حليب كيما نقولوها باش نبذروها شويه وباش نردوها ان بو ليكيد هلا جبن تقص توا نقوي شوي في الغاز نخلط الكريم فريش والحليب او نقعد نقول لكم على خاطر الكريم فريش الي ان بو ايباس ولازمني نجريها شويه هذاك علاش نزيدها شويه الحليب باش ذوب شويه
وتولي الكونسيستانس نتاع الباتا نتاعنا نتاع المقرونه تكون ان بو ليجير، ما تكونش كومباكت كما نقولها، تكون يابسه بالكريم فريش ايباس. باش نحط شويه ثوم باش نطلع الجو، خاطر الثوم يطلع لو جو نتاع الكريم فريش. الكريم فريش هذيك شنو باش يعمل مع الثوم؟ كي باش نحط الفرماج نتاعنا باش يقوى لو جو نتاع الفرماج هذاك، علاش نحطو الثوم؟ نحط شويه فلفل اكحل. بالنسبه للملح ما نحطوش برشا ملح، على خاطر نعرفوا الجبن اللي عندنا اللي ان بو سالي. نخلط مليح. تو شو باش نعمل؟ باش نحط لو فرماج كامونبير اللي باش يذوب في وسط البريباراسيون تاعنا، وباش يعطي لي الاستيسيتي هكا في المقرونه، بخري في الكروير وبخري في الجبن احمر، عسيلو ما نحكيلكمش. والريحه بدات تطلع فريمون بلينا برشا. على لهنا الكامونبير بدا يذوب في وسط البريباراسيون. لازم نذوبو باش يعطي ان تري بون جو في البات نتاعنا. على المقرونه 3 فرماج مش 4 فرماج، خاطر كان نكملو لا كاتريام فرماج سخا فور 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 زيد. لهنا لو كامونبير بدا يذوب بدا تغلي، شنو باش نعمل؟ باش نبدا نحط المقرونة ولا لينوي متاعنا، باش نصبو لينوي في وسطها. على بديت نجوع، بديت نجوع، بديت الريحة فريمون. خلطتها مليح. كي نحسها مازالت ماهيش ليكيد برشا، نحسها بدات تتعقد والكل، اش نعمل؟ نجم نزيد راو جولي، خاطر يا لو فرماج إلي أن بو فور، عندي لو كريم فريش كيف كيف أن بو إيبي، معناتها لازم تكون جارية شوية، نجم نزيد شوية حليب، فوالا، باش ديما تجيني معناتها تكون عندي صوص في وسطها، ما تجينيش شايحة. نسيسها واحدة واحدة. لهنا نخليها 2-3 مينوت ونحط لها لو فرماج روج، نحط لها لو غروير. ونعاود نخلطها مليح. تفرجوا كيفاش بدا تو الجبن يبدا عطي لي لاستيسيتي نتاعها، بداو الخيوط نتاع الجبن يخرجوا، بدات الريحه تطلع لهنا في الاستوديو. وما نحكيلكش كمش معناتها لودور، وتحبوا تحبوا تذوقوها لازمكم تعاودوها في الدار باش تحسوا لا سونساسيون اللي قاعدين نحسوا فيها احنا لهنا في الاستوديو، والسونساسيون اللي نحس فيها انا هوني كي نخلط فيها، وكي باش نحط ندريس نعمل لها دريساج نتاعها من بعد، وكي باش نذوقوها سي اوتر شوز. باه لهنا المقرونه نتاعنا قريب تحضر، فهمتني؟ باش نعمل لها دريساج نتاعها. الجاتو نتاعنا قاعد يطيب au four 2-3 minutes يحضر الجاتو نتاعنا. بعد الفاصل نرجعوا، ما نعرفش كان باش تقعد بعد الفاصل هذيا،
صعيبه شويه خاطر فريمون بنينه برشا. اما بعد الفاصل نرجع نكمل لكم الجاتو بتاعنا ونوريكم الريساج نتاع المقرونه. نرجع بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. سامحوني قعدت على غالب المقرونه به هي تنتهي بها بعد به الجاتو كاروت احضر بتاعنا امور واضحه. شو باش نعمل توا؟ باش نحطو شويه عسل من فوق كيما نقولوها باش نعطيها لونكتيوزيتي باش نخففها شوي شويه برك عسل مش برشا يزيد يبننها. تنجم انت ايش تعمل؟ تنجم تاخذ شانتيي تعملها بشانتيي من فوق، تنجم تعملها برشا حاجات، اما هو هكا خفيف برشا. حطوا شويه عسل من فوق هلا لهنا باش نوريكم حاجه. باش نقص ان مورسو باش تشوفوا من داخل كيفاش يبدا تري سبونشيو كيما نقولوها شيفون احنا، يبدا معناتها الخفيف معناتها اكريتو ما ركضناش برشا ما عملناش برشا معناتها ايفور معاها وهو يجي خفيف برشا. ريتو خفيف ريحه طالعه متاع القرفه متاع السفناريه متاع كل شيء طالع فيه اموره واضحه. الجاتو متاعنا حضر اللي تري بيان المقرونه حضرت كما قلنا عملنا فيها 3 فرسور دو فرماج قديناها 3-5 مينوت غران ماكسيموم تحضر. لو جاتو كيف كيف حضر. الريسيت متاعنا ان شاء الله عجبتكم اليوم وان شاء الله كان عاودتوهم ابعثولنا وخلينا نشوفوا لي ريزولتا اللي عملتوهم في الجاتو متاعنا والريزولتا متاع زاد نحب نشوف الريزولتا متاع المقرونه على خاطر انا تو سايب باش نبدا ناكل. ان شاء الله في حلقه جايه.